جزائري مشهور وطيب كتير كتير وفخم، لأنه مصنوع من بودرة اللوز، ينشهر به العاصمة ووسط الجزائري. فأنا فكرت في هالشغلة مش لأنها فخمة أو شيء، مكوناتها بسيطة بس تعتبر من المطبخ ومن الحلويات التقليدية الجزائرية اللي بفتخر فيها. فراح نوريكم اليوم خطوات تاعو، طبعا له خطوات وشغلات مختلفة. أنا بحاول لما أقدم هيك شيء لبلدي أو لأي بلد تاني، وبلدي طبعا أول شيء، فبحترمه خصوص لما تكون شغلة تقليدية. إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وقدمته بأفكار جديدة، التزمت بالطريقة تاعو بالمكونة تاعو، لكن قدمته بطريقتي. وراح أعطيكم بس فكرة، لأني أنا حبيت أنه نقدمه بالشكل، لأنه بالجزائر يعملوه أشكال ويعملوه بألوان ويعملوه بأحجام كبيرة صغيرة. أنا يمكن أنا تعودتوا عليه وتعرفوني نحب اللقمات والشغلات الصغيرة، فعملته على هذا هو. طبعا هاي عجينة اللوز راح نوريكم كيف نعملها، شكلتها وعملت ألوان كمان وعملت الفكرة كأنها علبة حلويات هيك. وحتى هاي لأنه فيه كمان نوع تاني اللي اقترحته، فينا نعمل له كمان جلاساج بهالطريقة. فراح نوريكم إن شاء الله هلا كيف نعمله من أسهل ما يكون ومن أحلى وأطيب ما يكون. اللقمة هيك مثل المرزبون وعلى أحلى وأطيب. بسم الله. الخطوة تاعو سهلة كتير، بس بدي أعطيكم بعض هيك النصائح، وهذا اللي يخليه أطيب وأطيب. فيه عنا هون هذا بس، لأنه بعدين نرشه لما تجهز العجينة، عجينة اللوز. بسم الله، عندي المكونات تاعو، كمية من بودرة اللوز مطحون، أنا بجيبه يعني بطحنه أو جيبه كمان مطحون، بس نزيد كمان نصفيه ننخله باش نحصل بس على بودرة اللوز بمعنى الكلمة. كل ما كانت ناعمة كل ما تعطيني نتيجة أحسن. كمية من السكر كمان مش الناعم، البودرة اللي هذا كتير كتير ناعم. طبعا الألوان الغذائية هاي اختيارية أو بدون، فيه اللي ما يحطوش اللون خلوه سادة أبيض، وفيه اللي مثل ما عملتها أنا نحب النوع أو شيء نعمل هالألوان. فانيلا طازجة، طبعا أنا حاطة فانيلا طازجة إذا ما عندكمش الفانيلا السائلة أو البودرة. وعندنا كمية من مذكورة حتى في الوصفة ماء ورد أو ماء الزهر، وهذا ماء زهر، فيكم تحطوا ماء ورد طبعا. وجربتها كمان لأني سألت وبحثت على هالوصفة وهيك حبيت باش نعملها على أصولها. فيه اللي يحطوا كمية من الحليب بدل من يعني بيبدلوها بكمية من الماء زهر أو الماء ورد، فعلا طلعت روعة بالحليب، أعطتني شيء رائع حتى لأني بدوقها وبجربه هيك لقيتها روعة. الشغلة الوحيدة أنه طولت شوي لتنشف، لأنه بعد ما نجهز العجينة وهيك عجينة اللوز نفردها في صينية مرشوشة بشوية سكر ناعم ونغطيها كمان ونحطها في مكان في الغرفة أو غرف المطبخ وتخلوها لتنشف كليا قبل ما نقطعها، يعني تاخذ من يوم يومين حسب الكمية والنوع كمان اللوز اللي استعملتوه. وعندنا كمان كمية من زبدة المراعي راح نستعملها مع المكونات. الملون الغذائي مثل ما خبرتكم اختياري، تعملوه ما تعملوش المهم الوصفة تعملوها وتشوفوا انها روعة وسهلة وتبهي كمان. ما بعرف وريتكم يعني الشغلة اللي نعملها. اول خطوة انا بخلط بسم الله كمية ماء ورد او المزهر مع السكر، يعني كأنه قطر او قطر بالضبط. انا شو بعمل كمان، وطبعا هاي مش ضروريه اللي ما عندكمش واكيد مش موجوده في كل مكان، الفانيلا العاديه اللي متعودين عليها اللي تلقوها. ف انا اللي بعمله هلا مش راح اعملها لانه ما فيش وقت، بس اللي بنصحكم تعملوه بعد ما نخلط هالثلاث مكونات اللي هم الفانيلا سكر وماء ورد او ماء الزهر، نخلطهم ننقعهم ونخليهم ما نحطهمش على طول على النار، نخليهم يتنكهوا، خصوصا اذا حطيت الفانيلا طازجه او حتى الثانيه نخليهم يتنكهوا شويه وبنقعهم لفتره ربع ساعه ساعه حسب، وبعدين نحطها على النار.
انا في هالمرحله المفروض نخليها ترتاح، ننقعها ونخليها ترتاح شوي وبعدين نحطها على النار. بس ننبهكم انكم تكونوا منظمين في المطبخ، نظموا الحركه تاعكم. انا مجهزه هون صينيه ورق الخبز هذا، اذا ما عندكمش ورق الخبز فيكم تستبدلوها بكميه من نشا الذره، ترشوا نشا الذره او سكر ناعم او تحطوهم الاثنين وبعدين تحطوا عليهم العجينه، لانه بدها شيء والا راح تلزق لك على الصينيه او الشغله اللي حتحطيها فيها مش راح تعرفي تطلعيها منها. فلازم الصينيه تكون جاهزه ايا كان، مرشوشه بالنشا والسكر الناعم او بورق الخبز. لازم تدوب كمية السكر ويبدأ القطر يبدأ يعمل مثل الفقاعات على شكل على السطح تاعه على وش القطر. في هذاك الوقت نضيف كمية الزبدة والبودرة اللوز ونشتغل بسرعة. لازم نشفها مثل ما شفتوا لما تجوا تنشفوا لاباتاشو عجينة الشو، نفس الشيء مش راح نتوقف. يعني تعمليش قلت لكم ترتبوا اموركم، تجهزوا كل شيء، تجهزي الصينيه اللي تحطيها فيها، الالوان كمان اذا كنت حابه تعملي الالوان، كل شيء يتعمل يعني يتجهز وتجي تعملي العجينه تاعك. وانا بعمل شغله مع انه بلش يعمل لي الفقاعات، بس بوغ امبيشي لا كريستاليزاسيون دو سكر، يعني باش نمنع انه السكر يتسكر او يعمل هيك يجي على حافه او اطراف الكاسرولا ويمكن يخرب لي هالقطر. فدايما هاش الخطوه تعملوها لما تعملوا هيك قطر وتشوفوا السكر تاعكم بدا يلزق على اطراف الكازرولا او الوعاء اللي تعملوا فيه. انا في هالمرحله لما بدا يعمل هيك هالفقاعات على وش القطر بضيف كميه الزبده. وراح اضيف بودرة اللوز مرة واحدة ونبدأ نحرك فيها ما نتوقفش ابدا لن نشفها. بسم الله. وهون نكونوا مجهزين حال يعني عاملين في حسابكم بدكم تلونوها في هالمرحله، من نخلص نطلعها من على الغاز تقسموها وتلونوها، لانه بعدين خلاص بتنشف ما بينفعش. انا خبرتكم مش راح نلونها لاني عامله وحده. تفضل حتى هاي برشها. ما قدرتوش تملسوها هيك بايدكم لانه تكون سخنه، تستعينوا بالورقه.
واذا عملتوا الوان فيه اللي يعملوا الوان مثلا عملت انا ثلاث لونين او ثلاثه او شيء مقسمين طبعا فيكم تحطوهم على بعضهم بعض مثلا تحطوا اللون هذا الساده الابيض هيك تحطوا فوقها مثلا اخضر اصفر اللي بتحبوه وردي اي شيء والثالث كمان لازم يمسكوا مع بعض يعني ما تخلوهمش مفرقين اذا حابين حلويات بطبقات او الوان او حتى في الوسط فانا بخليها بالغرفه عندي ما نحطوهاش بالثلاجه يوم يومين حسب ما تتماسك بعدين نقطعها فهاي يعني شغله احنا اتفقنا عليها انه ما فيناش نقطعها هلا انا راح احطها هون على جنب وخليها لا تنشف لي وكنت عامله واحده ثانيه راح نطلعها ونقطعها قدامكم حطيتها هيك في قطعه بلاستيك باش ما وطبعا حكيت لكم عن الالوان فيكم تعملوا الوان اللي طبعا حسب الذوق تاعكم وتلزقوهم يعني الوقت الفتره الخطوات اللي وريتهم لكم كيف نعمل يا اما تخلوها ساده وفيه طبعا اللي يعملوها اسمك يعملوا اسمك من اللي عملت هنايا انا وريتكم عملتها على قطع صغيره مثل البونبون مثل الكونديز هيك شغلات فاليوم اللي تعملوا الالوان طبعا تفرضوا لون وتزيدوا اللون الثاني فوقه تزيدوا وهيك حسب ذوقكم او مرات كمان انا بعمل مثلا مثل التيوب مثل انا انبوب لي تيو هيك ولا دي بوندلات بحط لون جنب لون جنب لون بجمعهم مع بعض وخليهم كمان يتماسكوا بنفس الطريقه يوم اللي ينشفوا بقطع بيطلع لي كم لون في نفس الخط ألف هنا وشفا وهي كانت وصفاتنا اليوم الهريسة حلو جزائري من أروع ما يكون لهالوصفات الحلوة زوروا موقعنا فتفيد.com ألف هنا وشفا بون أبيتي.